بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يتساءل الكثيرين عن كيفية تعديل ملف الهوستس، خاصة وأننا نكون بحاجة لذلك في حظر بعض المواقع أو قطع اتصال برنامج معين على الجهاز بموقعه على الشبكة. لذا أولا سنذهب لمجلد ملف الهوستس والذي ننسخ هنا مساره، أو يمكنكم نسخه من وصف الفيديو. نعمل نسخة لملف الهوستس ونلصقها هنا بمجلد آخر للتعديل عليه. نفتحه بواسطة المفكرة. سيظهر الملف افتراضيا بهذا الشكل بدون أي قيم. هنا سنضيف قيم، مثلا هذه القيم قيم برنامج الإديان أو انترنت داونلود مانجر، نلصقها هنا بهذا الشكل ثم نقوم بالحفظ ونعمل نسخة للملف الذي عدلناه ونرجعه إلى المجلد الأصلي للملف. نوافق على الاستبدال. يجب أن نكون بوضع مسؤول لكي نتم عملية اللصق بنجاح. لاحظوا الآن أننا قد نجحنا بالتعديل على الملف. هذا هو شرحنا، أتمنى لكم الفائدة إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا بتسجيل الإعجاب على الفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.